انا احمد جبر، انا يعني انا كنت ضابط سابق في القوات الخاصه المصريه. عملت رقمين قياسيين في سنه 2014، كنت لسه ضابط ساعتها في القوات المسلحه. اول رقم قياسي او اللي انا كنت قدمت عليه في كتاب جينيس الارقام القياسيه، اللي هو كان اعمق غوصه رجال، او الريكورد تايتل تحديدا هو اسمه ذا ديبست سكوبا دايف ميد. بعد ما عملت الرقم القياسي دوت، اخدت رقم قياسي تاني ده يمكن حصلت عليه بشكل اوتوماتيك، يعني مش محتاجش انا اقدم عليه، هي اعمق غوصه في المياه المالحه. ده كانت بدايتي في 2014. طلبت الاحاله للتقاعد بناء على رغبتي في اول 2015، في يناير 2015، وبالفعل طلعت من القوات المسلحة. كنت عايز أبدأ إن أنا أعمل أو يعني أو كان وجودي في إطار المؤسسة العسكرية أو في خلال المؤسسة العسكرية، يعني كنت أحتاج تصديقات كتيرة علشان أبدأ إن أنا أنفذ اللي أنا عايز أعمله ده، سواء من سفر أو من مؤتمرات أو إن أنا أحاول أوسع الدايرة بتاعتي أو الكومفورت زون بتاعتي. عملت في 2015، قدرت ان انا اجمع 614 غواص، وعملت اكبر عمليه تنظيف لقاع البحر في اكبر عمليه تنظيف، كان رقم قياسي ثالث كنت عملته. فضلت محتفظ بالرقم القياسي دوت لمده سنه فاتت، يعني لحد ما جه مجموعة في دير فيلد في فلوريدا وكسروا الرقم القياسي ده. كنت جمعت 614 غواص، هما جمعوا 633 غواص. وكان الهدف بتاعي ساعتها مش الرقم القياسي، يعني انا ما كنتش عايز اعمل رقم ارقام قياسية تانية، كنت عايز اركز في حاجات تانية خالص، او في اللي هي الاكسبيديشنال دايفز او الغطسات او الغوصات الاستكشافية اللي انا عايز اعملها، يعني من البحث عن المراكب الغرقانه. وبالفعل نجحت ان انا الاقي مركبين غرقانين لحد دلوقتي، وده يمكن بروجكت موجود دلوقتي تحت رعايه البنك الاهلي، اللي هم الرعاه الاساسيين بتوعي سواء في الغطسه في الديب دايف بتاعتي او في غطسه الكلين اب، او للشركه اللي انا عملتها اللي هي ليها علاقه بالبيئه دلوقتي. وده كان الهدف من الرقم القياسي الثالث، اللي هو تجميع الغواصين، يعني تجميع اللي هو اكبر عدد غواصين عشان اعمل اكبر عمليه تنظيف لقاع البحر. بس يعني ده اللي انا عملته. وبالفعل عملت مشاركه دلوقتي، وهيبقى فيه لونش او هيبقى فيه او هي الشركه يعني اللونش بتاعها هيبقى في خلال الكام يوم اللي جايين دول، هيبقى ده اللي هي اللونش بتاع الشركه ديت. يعني الشركه ديت هي بيست على ثلاث محاور او ثلاث حاجات اساسيه، هي طبعا ليها علاقه بالسنجل يوز بلاستيك، او اللي هو البلاستيك استخدام المره الواحده، وطبعا كلنا كغواصين يعني عارفين ده قد ايه بيمثل خطر على البيئه سواء البحريه او البيئه عموما. يعني فهي ليها علاقه مينلي بتحويل اللي هو استخدام البلاستيك او سنجل يوز بلاستيك او استخدام البلاستيك من مره واحده دوت لحاجه مستديمه ممكن نستفيد منها يعني على اللونج تيرم. يعني الشركه ديت بيست على ثلاث محاور. اول حاجه بيست على اللي هي التوعيه او توعيه النشء الجديد، وخصوصا اللي هم الاجيال الجديده، وده اعتقد ان احنا كلنا محتاجين نركز على الجيل الجديد، هو ده المستقبل يعني كله. ده اول حاجه، ده اللي هو المنع، ده رقم واحد. رقم اثنين، دعم، هنعمل حلقات توعيه زي هتيجي بشكل مستديم في التلفزيون. اتفقنا بالفعل مع شركه، يعني انا وشريكي، هو عمر سمره، هو شريكي الحالي اللي هو اول مصري يطلع قمه ايفرست. الجزء الثاني من الشر من ال... من ال... من ال... من الشركه ان احنا هنبدا نعمل حلول، وده هيبدا من خلال عمليات التنظيف سواء في الشواطئ او الجبال او تحت الميه او الاماكن اللي هي ما فيهاش garbage collecting system، او اللي هي الاماكن اللي ما فيهاش نظام، ما فيهاش الناس بتلم فيها الزباله او بيحصل فيها عمليه ممنهجه للم الفضلات. يعني ده الجزء الثاني. الجزء الثالث اللي هو تخليق بدائل، يعني الناس كلها بتشرب من ازايز بلاستيك دلوقتي، ما اعتقدش دي حاجه ممكن تبقى فعاله. يعني هو انسب حاجه اللي هي ازازه ميه زي ديت مثلا وفلتر او ازازه ازاز وفلتر، واعتقد هو ده احسن حاجه يعني.
او احسن حل بيئي ممكن احنا كدايفر نستعمله يعني. يعني هي دايما احنا بنعرف نعبر عن نفسنا يعني، احنا بنعرف نتواصل مع بعض، لكن هي البيئة محتاجة برضو ان هي تعبر عن نفسها، او بتعبر عن نفسها بشكل مختلف يعني. فاعتقد ان احنا محتاجين نرد الجميل للبيئة ديت يعني بشكل حضاري شوية يعني. أعتقد إن هي اترحمت منك الفترة اللي فاتت دي كمان يا كابتن أحمد. أعتقد كده يعني، ده الجزء المشرق يعني، ده الجزء المشرق من اللي حاصل ده كله، إن إحنا اترحمنا فعلا شوية، أو البيئة هي اترحمت شوية وإحنا رحمناها شوية يعني. أعتقد إن هي أول غطسة هتبقى حاجة خرافية يعني بعد ده كله يعني. فطبعا تكون الرسالة وضحت يعني، دي حاجة مش عارف أنتوا هتبقوا انترست في دوت يعني، بس أنا هيبقى في حملات يعني، هنعمل هبدأ أعمل دوت، أو حملات التنظيف دي هتبقى في السعودية، وهتبقى في الدول العربية عموما، وهتبقى جوه مصر وبره مصر وفي الخليج عموما، وبره الخليج في لبنان أو أوروبا ممكن يعني. لسه يعني ما حطيناش خطة ممنهجة ليها يعني، بس كده يعني. اما بالنسبه للبروجكت بتاعي او بتاع الغطسه بتاعتي، اعتقد ان هو الندوه ديت علشانه يعني. هو دلوقتي اعتقد ان انا بدات المشروع بتاعي دوت، كان 6 سنين بجهز للمشروع بتاع الديبست سكوبا دايف او اعمق غوصه ديت. طبعا يعني وجودي كضابط قوات مسلحه في الوقت دوت ما كانش يسمح لي، انا طلعت عقيد من القوات المسلحه يعني، كنت بخدم في القوات الخاصة المصرية في الصاعقة يعني، وطلعت من الصاعقة. ما كانش يسمح لي إن أنا أعلن عن اللي أنا بعمله دوت يعني. ده يمكن أحسن حاجة عشان ما أخشش في حتة البير بريشر أو الضغط النفسي اللي هو بيجبره على المفروض تحط فيه في الميديا يعني. أعتقد ده بلس يعني، كان حاجة في مصلحتي إن أنا ما كانش بيتعلن عن الريكورد بتاعي دوت قبلها يعني بفترة يعني. قعدت جاي 6 سنين للغطسة ديت، منهم سنتين قبل الغطسة، كنت قبل من ال6 سنين دول في سنتين بدرس هل أنا فعلا أقدر أعمل أحطم الرقم القياسي دوت، ولا أنا فاكر إن أنا أقدر أحطم الرقم القياسي. في فرق كبير جدا بين أنت إيه وأنت فاكر نفسك إيه ده. فكان لازم إن أنا أبدأ أدور على إجابة، ولازم ألاقي إجابة سوية نفسيا علشان اقدر اشوف. لان هو اي في اي حاجه فيها او خارجه خارج الحدود الثبات الانفعالي والراحه النفسيه، هي ممكن تودي بحياتي تماما. وده ما اعتقدش ان هو ده كان هدفي في اللي انا بعمله دوت. فكان لازم اقيم امكانياتي. فكان هو في اعداد في جزئين في هنا، كان في جزء بدني وجزء نفسي. الجزء البدني ما كانش فيه مشكلة خالص يعني، يمكن هي دي حياتي طبعا كضابط قوات مسلحة، او يمكن حياتي عموما يعني. طول عمري رياضي يعني، بحب العب رياضة وبحب اعوم وبحب المية، وبغطس من زمان برضو يعني. بس فما كانش عندي مشكلة. وجودي طبعا في القوات المسلحة، زائد حصولي على فريق على دورات خاصة بره الخارج القطر المصري يعني. فاعتقد ده اداني مساحة ان انا ابدا اجهز نفسي نفسيا بشكل بدنيا بشكل طبيعي يعني. الجزء التاني اللي هو الجزء النفسي، اللي كنت محتاج اقيم قدراتي النفسيه الاول، محتاج اشوف اذا كنت فعلا اقدر اعمل دوت، ولا انا فاكر ان انا اقدر اعمل دوت. في فرق بين انت ايه وانت فاكر نفسك ايه، ده اول حاجه. الحاجه التانيه كنت محتاج ابدا اقيم قدراتي، او ان انا ابدا اشوف امكانياتي ايه او قدراتي ايه واهدافي ايه. ده الحاجه التانيه، ده الجزء التاني. فطبعا بدات احط لسته، هحتاج كذا وكذا 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 وكذا، سواء في حاجات احتجتها من جوه البلد هنا، وفي حاجات استوردتها من بره، وفي ناس طلبت هي زي الجدول اللي انا نزلت وطلعت بيه مثلا يعني. انا نزلت في 14 دقيقة وطلعت في 13 ساعة و50 دقيقة، تقريبا 14 دقيقة 14 ساعة طلوع يعني. زي ما وليد قال كده في الأول خالص، أنا نزلت في الساعة 10 و 10:30 يوم 18/9/2014. طلعت من المية بعد منتصف الليل الساعة 12:15 يوم 19/9/2014، تقريبا 13 ساعة و50 دقيقة. كنت باكل بقى وبشرب وكل حاجة يعني في المية يعني. بس يعني كده طبعا الفيريفيكيشن طبعا كان في جزء لينا الفيريفيكيشن دوت، اللي هو
إن إحنا تواصلنا مع كتاب جينيس الأرقام القياسية قبلها، وبدأنا نديهم المتطلبات اللي هم عايزينها.